وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي عبد الرحمن الملحم من الرياض. سيد عبد الرحمن، مساء الخير. بالرغم من أن إيران منغمسة في الإرهاب حتى أذنيها، يواصل النظام القطري تقاربه مع النظام الإيراني، ما هو السبب في ذلك؟ هل هو توافق في الأهداف والرؤى أم أن هناك أسباب أخرى؟ أسعد الله مساكم أختي الكريمة ومساء جميع المشاهدين اللي يشاهدونا عبر تلفزيون البحرين. أهلا بك أختي الكريمة. أولا، إذا إحنا آمنا كلنا واتفقنا على أن إيران تعتبر الدولة الأولى في العالم المصدرة للإرهاب، فيجب أيضا أن نتفق جميعا على أن قطر الدولة الأولى في العالم الحاضنة والداعمة للإرهاب. كون القصة قصة البداية أولا تأتي من قطر، فموضوع الإرهاب وموضوع التقارب القطري الإيراني هو حقيقة بداية من منذ أن تولى خليفة بن حمد أقصف حمد بن خليفة مقاليد الحكم في قطر. بدأت قصة اسمها قطر نحو جذور الإرهاب، ولا يخفى عليكم جميعا ما قامت به وسائل الإعلام، سواء كانت هذه وسائل الإعلام محلية خليجية عالمية، من بث روح الإحساس الإرهاب الذي قامت به قطر نحو جيرانها وشقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. نعم. اليوم قطر تنتهج نفس الأسلوب الإيراني، ولكن أنا أرى من وجهة نظري أن قطر بدعمها المادي واللوجستي إلى أذرعة قامت بتجنيدها في كل من دول الخليج ودول أخرى، وذلك لزعزعة الأمن في المنطقة الخليجية ومد أذرع الإرهاب في كل الدول العربية. نعم. إذا نظرنا أختي الكريمة أن إرهاب القطري هو منتشر في كل الدول العربية، في سوريا، في لبنان، في اليمن، في جميع الدول العربية. دعمت قطر الإرهاب بملايين الدولارات لكي تستنفذ جميع نفوذها وتكون لها الكلمة الأولى إرهابيا، وهذا يعني مما يعني أنها أصبحت الآن في وجه العالم أجمع أصبحت دولة إرهابية. وهذا ما يجعلنا نفكر سيد عبد الرحمن، هناك تناقض بين السعي القطري لإثبات أنها في صورة الحمل الوديع والضحية، وبين أنها تتقارب مع إيران الراعي الأول للإرهاب، كيف ترون ذلك؟ أختي، من ممكن الآن هذا الكلام قد يكون سابقا، قد أحد يصدق أن قطر ممكن تكون في صورة الحمل الوديع، إنما قطر في الوقت الحاضر من الشهر الماضي أرسلت مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية تقول أن قطر لم تبدي أي استعداد لكونها تخفيف الوضع العام عن الإرهاب. نعم. ووضعت قطر الآن في مقدمة الدول الإرهابية. قطر لا يمكن الآن أن تكون في الحمل الوديع، بل هي في ذئب مفترس، ذئب يسعى إلى إسالة الدماء. ودماء من أختي الكريمة؟ دماء الخليج، دماء أبناء العمومة، للأسف. دماء أبناء الوطن الواحد، الدماء التي ترتبط مع قطر بالنسب والقرب والجيرة وإلى آخره. نعم. لذلك اليوم قطر لا يمكن إلا تصنيفها بدولة إرهابية كبرى تتزعم الإرهاب وتدعم الإرهاب بملايين الدولارات. نعم. الكاتب والمحلل السياسي عبد الرحمن الملحم، شكرا جزيلا لك.